رياح سرعتها 240 كيلومترا في الساعة، وأمطار غزيرة وأمواج شديدة، ودمار متوقع، وتحذيرات ومخاوف. هذا ما جلبه إعصار إيدا شديد الخطورة من الفئة الرابعة الذي ضرب ولاية لويزيانا الأمريكية. الساعات الأولى من العاصفة شهدت انقطاعات واسعة للكهرباء في جميع أنحاء نيو أورليانز، أكثر مدن لويزيانا سكاناً، ما أثر على أكثر من 750 ألف منزل. تسبب الإعصار في عمليات إجلاء واسعة في المناطق الساحلية والمنخفضة، ما أدى إلى حدوث تكدس على الطرق السريعة ونفاذ إمدادات البنزين. الأوضاع الصعبة دفعت الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إعلان الولاية منطقة كوارث، موجهاً بتقديم مساعدات اتحادية لدعم الجهود هناك. تحذيرات حكومية متسارعة من حدوث سيول في وسط نيو أورليانز على بعد أقل من 160 كيلومتراً إلى الداخل من الشمال، حيث تم تعليق خدمات الطوارئ الطبية في المدينة. إيدا أول اختبار تتعرض له السدود التي كلفت مليارات الدولارات لتعزيزها بعد الإعصار كاترينا قبل 16 عاماً، الذي تسبب في مقتل أكثر من 2800 شخص.